العالمين. مجدي والعلياء مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر. رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين. عاش الملك للعلم والوطن. مهلي طال وأحي وتاريخ القدم ينشر النور على كل الأمم. في ربى الأمجاد من فوق القمم موطن يحميه رب العالمين. موطن يحميه رب العالمين. في كتاب الله دستور عظيم من خطى الهادي طريق مستقيم. في اليوم الخامس من شهر شوال لعام 1319 من الهجرة الموافق 15 من شهر يناير لعام 1902 تمكن الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود من استرداد الرياض. ويعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة نظرا لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجالات. وشهد يوم 17 من شهر جمادى لعام 1351 هجرية الموافق 19 من شهر سبتمبر لعام 1932 ميلادية صدور أمر ملكي أعلن فيه توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم الخميس 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1351 هجرية الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 1932 ميلادية الأول من الميزان. وتوج هذا الإعلان جهود الملك عبد العزيز الرامية إلى توحيد البلاد وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة. اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا. فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك. نسأل الله التوفيق.